اليوم راح اعلمكم كيف ترسموا لوحة بتجنن بلونين بس وبدقيقة واحدة. الالوان اللي راح نستخدمها هي اللون الاسود والبنفسجي، وراح نتاكد من باريون. اول شيء راح نجيب اي شيء دائري وراح نرسم فيه شكل القمر، بعدين راح نجيب اللون البنفسجي وراح نبدا نلون فيه الجزء العلوي من الرسمه بهذا الشكل البسيط وبدون ما نشد على القلم، وراح نشتغل بكل سلاسه وهدوء. وكل ما نزلنا بالرسمه راح نفتح اللون البنفسجي شوي شوي ليتلاشى اللون البنفسجي تماما. بعدين راح نجيب اي منديل موجود عندنا وراح نسيح اللون ونحاول ندرجه من الاغمق للافتح بهذا الشكل. بعدين راح نرجع نغمق اللون البنفسجي ورح نعبي الجزء السفلي باللون الأسود، ورح نرسم شجرة بهذا الشكل البسيط جدا، وآخر شيء رح نرسم عشب وطيور والرسمة خالصة. وللأشخاص اللي حابة تحترف الرسم بدون معلم رح أحط لكم رابط تطبيق بجنن بأول تعليق.